وفي سوريا قالت وكالة الأنباء الرسمية إن عمليات الجيش السوري آخذة بالتقدم في منطقة الحجر الأسود القريبة من دمشق، حيث سيطر الجيش على عدد من الأنفاق التي حفرها المسلحون. أما في الرقة فذكرت الأمم المتحدة أن نحو 80% من مباني المدينة بات مدمرا، فيما يعيش السكان حالة مأساوية. لأول مرة منذ آذار 2011 انتهى آخر تواجد للقوى المعارضة في ريف دمشق مع إتمام تنفيذ اتفاق القلمون الشرقي، مشهد أفضى بالمحصلة لخروج آخر المقاتلين المحسوبين على الجيش السوري الحر مع عائلاتهم وآلاف المدنيين إلى شمال غربي سوريا في سيناريو قريب لمحل بالغوطة الشرقية منذ نحو أسبوعين. قرابة 3000 شخص غادروا خلال الأيام القليلة الماضية جيب القلمون الشرقي الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة الجمعة الماضية. وبذلك يكون الطوق المحيط بالعاصمة دمشق قد خضع لسيطرة القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية، باستثناء بعض الأحياء الجنوبية لدمشق، وهي مجموعة أحياء متصلة معا يتحصن فيها حوالي 1000 عنصر مما يعرفون بتنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام. الإعلان عن استعادة السيطرة على القلمون الشرقي يأتي في وقت تشن القوات السورية منذ بضعة أيام حملة عسكرية على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود والمناطق المجاورة التي يسيطر عليها داعش جنوب دمشق، إذ تسعى القوات السورية حاليا إلى ضمان أمن العاصمة سواء عبر اتفاقات إجلاء جديدة أو عمليات عسكرية. مشكلة المسلحين موجودين بالحجر الأسود واليرموك اللي الكل بيعرف اليوم أنه الغلبة لتنظيم داعش هي في أنه مسألة التواصل والوصول إلى اتفاق نهائي غير ممكن مع تنظيم كتنظيم داعش، لذلك الآن العملية العسكرية هي التي تحسب الموقف في اليرموك. أما على صعيد الآثار المترتبة على الحرب في سوريا، فالمركز السوري للأبحاث يقدر عدد الضحايا بحوالي 470,000 شخص، فيما قالت الأمم المتحدة إن نحو 12 مليون سوري فقدوا منازلهم وأصبحوا في عداد المشردين، بينهم 5 ملايين شخص أغلبهم من النساء والأطفال فروا إلى خارج البلاد.